الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الكويت. مدبولي يتابع استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الأطراف 27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27. تنديد غربي واسع بقرار روسيا بشأن دونيسك ولوهانسك بأوكرانيا، والناتو يؤكد أن ما أقدمت عليه روسيا خرق للقانون الدولي. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. عاد الرئيس السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الكويت. وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حرص مصر على استقرار وأمن الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وذلك كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى دولة الكويت في زيارة مهمة، وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مصر والكويت. ولدى وصول سيادته المطار الأميري بالكويت، كان في استقبال سيادته سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر المبارك الصباح ولي عهد الكويت وكبار رجال الدولة في الكويت، وكذا أعضاء السفارة المصرية في دولة الكويت. حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامان الوطنيان للدولتين. عقب مراسم الاستقبال، رحب سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بالعلاقات المصرية الكويتية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. من جانبه أشاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمق العلاقات المصرية الكويتية قيادة وشعبا، وأهمية دفعها لآفاق أوسع. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس وزراء الكويت، والذي رحب بالسيد الرئيس في بلده الثاني الكويت. ثم استكمل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المباحثات مع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر المبارك الصباح ولي عهد الكويت في قصر بيان.
والذي حرص على توديع السيد الرئيس في نهاية زيارته لدولة الكويت، وكذا أعضاء السفارة المصرية في الكويت، عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. تعد العلاقات المصرية الكويتية نموذجا يحتذى به في تاريخ العلاقات الدولية بما تتميز به من تفاهم واتفاق بشأن معظم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية. كما تمثل العلاقات المصرية الكويتية إحدى العلامات الفارقة والمتميزة في تاريخ التعاون العربي المشترك. أسس واضحة تقوم عليها علاقات مصر الخارجية، من بينها الاحترام المتبادل ومواصلة دعم العلاقات الثنائية أو ذات الإطار الدولي بما يضمن مصالح الدول والشعوب. خصوصية متفردة تتسم بها العلاقات المصرية العربية ولا سيما الخليجية منها، بما فيها العلاقات مع دولة الكويت، حيث تأسست العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين في أعقاب إعلان استقلال الكويت رسميا في عام 1961، ليبدأ البلدان تنمية علاقتهما بما يتضمنه ذلك من تنسيق سياسي على أعلى المستويات. من منطلق الأخوة والعروبة ترتبط مصر والكويت بعلاقات نموذجية يحتذى بها في العلاقات الدولية، حيث تؤكد مصر دائما تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه استقرار الكويت على المستويات كافة. فكانت مصر من أوائل الدول التي هنأت الكويت باستقلالها عام 1961، وصولا إلى التأكيد المتواصل على أهمية أمن دول الخليج ومن بينها دولة الكويت كجزء من الأمن القومي المصري. وفي المقابل تؤكد الكويت دائما دعمها الكامل لمصر في مختلف المواقف والأزمات التي تمر بها، وهو ما اتضح بعد إعلان الوحدة المصرية السورية عام 1958، حيث أعلنت الكويت دعمها لتلك الوحدة بالكامل، وكذلك وقوف الكويت إلى جانب مصر في مواجهة عدوان يونيو عام 1967 وفي حرب أكتوبر المجيدة عام 1973. وخلال الفترة الراهنة تشهد العلاقات المصرية الكويتية زخما كبيرا خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في ظل العلاقات القوية والتاريخية بينهما، والتي ازدادت رسوخا ومتانة في ظل رعاية كبيرة من قيادتي البلدين وتوجيهات بتطويرها نحو آفاق أرحب. ترتبط مصر والكويت بعلاقات نموذجية يحتذى بها في العلاقات الدولية، وتؤكد القاهرة دائما تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه استقرار الكويت. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بمناسبة يوم التأسيس. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إن يوم التأسيس يعبر وبصدق عن العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية ولمسيرة البناء والتطوير والنهضة التي شهدتها على جميع المستويات
المستويات في ظل قيادتها الحكيمة، سائلا المولى عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية قادة وشعبا الأمن والعزة والمزيد من الازدهار والتقدم. أرسل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برقية تهنئة لرئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس المملكة. أكد رئيس مجلس الشيوخ على الدور الرائد للمملكة العربية السعودية في مساندة الأمتين العربية والإسلامية، وعلى دورها البارز في خدمة الإسلام والمسلمين. بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية. وأعرب رئيس مجلس النواب عن أصدق التهنئة بهذه المناسبة الوطنية، معربا عن اعتزازه وفخره بالجذور الراسخة للمملكة قيادة وشعبا خلال مسيرة 3 قرون، وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ. كما أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالدور المهم والمحوري للمملكة العربية السعودية في دعم أواصر التعاون والأخوة بين البلدين والبلدان العربية الشقيقة. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الأطراف 27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27. شدد رئيس الوزراء خلال اجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين على ضرورة أن تكون المدينة في أزهى صورة لها بما يعكس ما يتم حاليا في مصر من نهضة في مختلف المجالات. كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف المستثمرين السياحيين المتعثرين بالمدينة بهدف العمل على سرعة الانتهاء من مشروعاتهم السياحية وتشغيلها. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعمل على حل مشكلات المستثمرين الجادين، خاصة الذين لديهم نسب إنجاز ضخمة ومتقدمة في المشروعات. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعمال تطوير مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمنطقة رمسيس بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 75 عاما على إنشاء المصلحة، حيث رافقه وزير العدل ومحافظ القاهرة. وخلال الزيارة أكد رئيس مجلس الوزراء أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها يعد ضمن أولويات الدولة المصرية، مشيدا بالجهود المبذولة لتطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية التي تحقق التيسير على المواطنين. كما أشار مدبولي إلى أهمية مواصلة جهود توسيع نطاق خدمات الشهر العقاري للتوثيق المميز والسريع ولمضاعفة أعداد سيارات التوثيق المتنقل في المحافظات. شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجية ذو مستويين إعصار 63، والذي تنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني ويستمر لعدة أيام، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التي تضمنت عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، ثم إجراءات تنظيم التعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة. وظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي، فضلا عن المهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة. هذا وقد نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي لرجال الجيش الثالث الميداني، مشيرا إلى أن التدريب يعد جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم في نجاح القوات في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار.
في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية الوعي القومي لدى المواطنين ولتعريفهم بالتاريخ العسكري المجيد للقوات المسلحة وإعلاء قيم الولاء والانتماء لمصر، نظمت القوات المسلحة زيارة لمجموعة من برنامج براعم شباب الجمهورية الجديدة 2030 لبانوراما حرب أكتوبر، وذلك لتوعية النشأ ولترسيخ الهوية المصرية. بدأت الزيارة بعرض فيلم بعنوان الصمود والتحدي حول مراحل إعادة بناء القوات المسلحة وحرب الاستنزاف بعد عام 1967 استعدادا لمعركة النصر. كما شهد وفد فريق البراعم والشباب عرضا عن ملحمة العبور وتجسيد مراحل حرب أكتوبر المجيدة ومفاوضات السلام. من جانبه أعرب رئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل والوفد المرافق له عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة المصرية لما تبذله من جهود لرفعة شأن الوطن، وأكد أن تلك الزيارة تأتي لحث الشباب على ضرورة تضافر جهود المصريين للدفاع عن بلادهم وصولا لبناء الجمهورية الجديدة ولترسيخ الهوية المصرية عبر التاريخ، وتأكيدا على دور القوات المسلحة والبطولات التي تم إنجازها ولترسيخ الانتماء والتنوير للشارع المصري. وصلت أجهزة وزارة الداخلية تصديها لكافة الجرائم التموينية، فقد شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات مكبرة على مستوى الجمهورية لضبط جرائم الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية التي تضر بصحة وسلامة المواطنين، وتمكنت من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار. في مواجهتها للسلع الفاسدة والمغشوشة والمقلدة، تحقق أجهزة وزارة الداخلية نجاحات كبيرة، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط أكثر من 88 طن من الحسيحات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومخصصة للأغراض الصناعية ومحظور استخدامها للأغراض الغذائية بمخزنين ومصنع بالشرقية والمنوفية والإسكندرية. كما استطاعت ضبط قرابة 70 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على صحة المواطنين بثلاجتين لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية والبحيرة. وتمكنت من ضبط نحو 9 أطنان ونصف لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاث ثلاجات لحفظ السلع الغذائية بالمنوفية والجيزة والشرقية وشركة لتعبئة اللحوم المجمدة بالمنوفية. كما نجحت في ضبط قرابة 13 طن سكر وحلاوة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مصنع حلاوة بدون ترخيص بالمنوفية، وضبط 9 أطنان ونصف سكر تموني مدعم مخصص للبطاقات التموينية قام مالك محل بدال تموني بالقليوبية ومالك مخزن بدون ترخيص للسلع الغذائية بالبحيرة بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء، وضبط 400 طن مخللات و32 طن مستلزمات إنتاجها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية. كما تمكنت الإدارة من ضبط 465 طن دقيق به نقص في الأوزان و122 طن أقماح جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤول مطحن لإنتاج الدقيق بالسويس، كما تم ضبط أكثر من طن دقيق بلدي بحوزة مالك مطحن غلال بسوهاج بهدف الإتجار به في السوق السوداء. ونجحت في ضبط 42 طن زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية ومخزن مواد غذائية بدون ترخيص بالقاهرة، وضبط 10 أطنان أرز وعدس غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بالإسكندرية. وضبطت الإدارة أكثر من 20 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بالجيزة. كما نجحت الإدارة في ضبط أكثر من 11 طن مسلي صناعي وزيت طعام مجهولة المصدر بمخزن دون ترخيص لتجارة السلع الغذائية، وضبط قرابة 25 طن أقماح محلية بحوزة مالك شونة بالغربية بهدف بيعها بالسوق السوداء.
الإدارة تمكنت من ضبط أكثر من 14 طن أسمدة ومبيدات زراعية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الزراعي بالشرقية والغربية والدقهلية، وضبط قرابة 16 طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية بمصنع منظفات صناعية بدون ترخيص بالجيزة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. نظمت وزارة الخارجية فعالية بمقر الوزارة بمناسبة إطلاق تقرير المراجعة الدورية الخاص بمصر في إطار الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، وذلك بحضور رؤساء البعثات الإفريقية والمنظمات الدولية المعتمدة في القاهرة وبحضور عدد من المسؤولين. هذا وأكدت مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية السفيرة سهى جندي أن آلية مراجعة النظراء هي إحدى الأذرع المهمة للاتحاد الإفريقي التي تحرص مصر على الانخراط الناشط في برامجها وفعالياتها، مشيرة إلى أن تقرير المراجعة الدورية الخاص بمصر أعدته لجنة من الخبراء والمختصين من مختلف الدول الإفريقية حول أوضاع التنمية وحقوق الإنسان في مصر. أعلن التحالف العربي تدمير 11 آلية عسكرية لقوات الحوثي في محافظة حجة اليمنية. ذكر التحالف أنه تم تنفيذ 23 عملية استهداف ضد القوات الحوثية خلال الساعات 24، ما أسفر أيضا عن تكبيد قوات الحوثي خسائر بشرية كبيرة. أعلن مجلس النواب العراقي عن أسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، وقال مجلس النواب العراقي إنه تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية 59 مرشحا، وقد جرى استبعاد 26 مرشحا، مضيفا أن 33 مرشحا استوفوا شروط الترشح لتولي المنصب المنصوص عليه بموجب القانون. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ إن اعتراف روسيا بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا يعد خرقا للقانون الدولي. وخلال مؤتمر صحفي دعا الأمين العام لحلف الناتو روسيا للتراجع ولخفض التصعيد والمضي بطريق الدبلوماسية، مضيفا أن الحلف سيزيد من حضوره في أوروبا الشرقية إذا كان ذلك ضروريا. هذه أزمة خلقتها روسيا وحدها. نحن نحيي أوكرانيا ونثمن دورها في عدم الرد على الاستفزازات المستمرة لروسيا، ونقف في ونتضامن مع الشعب الأوكراني وحكومته، وأيضا شددنا على وجوب احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في الحدود المعترف بها دوليا. والآن نتابع تطورات الأزمة الأوكرانية من خلال كلمة الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي. نتابع. الدول التي تقع في دولة هي جارة له، هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي ويتطلب ردا حازما من المجتمع الدولي. خلال الأشهر الماضية نسقنا مع حلفائنا وشركائنا في الناتو وفي أوروبا وحول العالم للتحضير لذلك الرد، وأنا تحدثت معه وجها لوجه مع بوتين قبل شهر بأننا سنتحرك معا، وفي الوقت الذي تتحرك فيه روسيا ضد أوكرانيا، والآن روسيا بكل تأكيد قد تحركت ضد أوكرانيا بالإعلان عن تينك الدولتين المستقلتين. إذن الآن أعلن عن أول حزمة من المساعدات على الأسلحة وما فعلته روسيا بالأمس، وهذه كانت منسقة تماما مع شركائنا وحلفائنا الذين يستمرون أيضا في رفع أو في فرض عقوبات أكثر. هناك أربع عقوبات على الفي إي بي الروسية وعلى البنك العسكري، وأيضا هذا يعني بأننا قد قطعنا الحكومة الروسية عن التمويل الغربي،
الغربي، لا يمكن أن يحصلوا على الأموال من الغرب ولا يمكن أن يتاجروا ببيع سنداتهم في الأسواق الأوروبية. وبدءا من الغد سنستمر وفي الأيام المقبلة بفرض عقوبات على النخبة الروسية وعائلاتهم، فهم طبعا يتشاركون في خطط الكريملين. وبسبب تحركات الروس فإننا نعمل مع ألمانيا حتى هذا البرنامج أو مشروع نورد ستريم 2 لن يتقدم إلى الأمام، لن يتقدم إلى الأمام. ومع نظر روسيا وتطلعها للخطوة القادمة فإنها ستدفع ثمنا أكبر إذا استمرت في عدوانها هذا. الولايات المتحدة ستستمر في تقديم الدعم الدفاعي لأوكرانيا، وسنعزز ونطمئن شركائنا الأوروبيين. وطبعا بما أن القوات الروسية لم تسحب قواتها من بيلاروسيا، فإنني قد أمرت القوات بأن تعزز حضورنا في دول البلطيق. دعوني أقول بأن هذه تحركات دفاعية، ليس لدينا نية في قتال روسيا، نريد فقط أن نرسل رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة معا مع حلفائنا سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو ونحترم الالتزامات التي قدمناها. نحن لا نزال نعتقد بأن روسيا لا تزال تخطط لقيام بهجوم ضد أوكرانيا. آمل أن نكون مخطئين، ونأمل بأن روسيا لن تهاجم تلك المدن في أوكرانيا ومنها العاصمة كييف. لا يزال هناك أكثر من 150 ألفا من القوات الروسية تحاصر أوكرانيا، وكما قلت القوات الروسية تبقى في مواقع في بيلاروسيا لمهاجمة أوكرانيا من الشمال، ومن ضمنها أنظمة صواريخ وطائرات. وروسيا اقتربت أكثر إلى أوكرانيا، والسفن الروسية أيضا تتحرك في البحر الأسود للتحرك من الجنوب، وفيها صواريخ كروز وهناك غواصات. وأيضا روسيا تحضر نفسها جيدا على الحدود. نحن لا تحتاجون إلى الدماء وكميات من الدماء إلا إذا كنتم تخططون للحرب. والوزير بلينكن كان الأسبوع الماضي حين تحدث في كلمته ذكر ذلك. هناك استفزازات عسكرية وتقدم إلى خط التماس في دنباس إلى الإمكانيات الطبية. وأيضا مجلس الأمن القومي الذي اجتمع لرئيس بوتين ووافق على ما يفعله، وما يسمى الآن بهذه الجمهوريات وهذا الإقرار والاعتراف باستقلالية تلك المناطق، هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي. وطبعا الرئيس بوتين أيضا طلب من الدوما أن يقدم له تفويضا باستعمال القوة خارج روسيا، وهذا يقدم ذريعة أكثر حتى تبرر تحركها العسكري المقبل. لا أحد منا ينبغي أن يكون غبيا، ولن نكون أغبياء. ليس هناك أي تبرير للهجوم الروسي، والخطر لا يزال ماثلا. إذا روسيا استمرت، إنها روسيا التي تحمل المسؤولية وهي لوحدها فقط. ومع ردنا فإن الإدارة تستعمل كل الوسائل الموجودة لحماية المستهلكين الأمريكيين من ارتفاع أسعار البنزين. وكما قلت الأسبوع الماضي، الدفاع عن الحرية سيكلف لنا أيضا. هنا ينبغي أن نكون صريحين بشأن هذا، ولكن مع فعلنا لهذا فإنني سأتخذ خطوة حاسمة حتى تكون تلك العقوبات تستهدف الاقتصاد الروسي وليس نحن. ونحن نراقب من كثب الإمدادات ونخطط بالتنسيق مع معظم منتجي النفط، وحتى يكون هناك استثمار، حتى يكون هناك استقرار في أسواق النفط العالمية. وأود أن أحد من الألم بالنسبة للشعب الأمريكي، لكن هذا ضروري. وبالنسبة إلي، في الأيام الماضية كنت على اتصال مع زعماء أوروبا ومن ضمنهم الرئيس زيلينسكي. نائبة الرئيس أيضا ذهبت إلى ميونخ، وهناك في مؤتمر ميونخ والتقت السيد زيلينسكي. وفي كل خطوة أظهرنا بأننا نعمل بتنسيق مع حلفائنا وشركائنا. السيد بوتين
نحن متحدون في دعم أوكرانيا، نحن متحدون في الوقوف ضد العدوان الروسي، ونحن متحدون في الدفاع عن الناتو، ونحن متحدون في مواجهة هذه الأخطار التي تمثلها روسيا للاستقرار والأمن عالميين. بالأمس سمع الناس كل التاريخ الذي زيفه الرئيس بوتين بالعودة إلى أكثر من قرن كما ذكر وقال، بالقول حسنا أنا لن أقول، طبعا ليس هناك أي شيء يمكن أن يشير إلى أنه يبحث عن حوار جدي بشأن الأمن الأوروبي في 2022. لقد هاجم مباشرة حق أوكرانيا في الوجود، وقال بأن هناك دولا هي ديمقراطيات الآن وتزدهر في الناتو، قال بأنها هدد بالحرب ما لم تلب مطالبه، وليس هناك شك بأن روسيا هي المعتدي. إذن نحن نعرف ما هي التحديات، ولكن لا يزال هناك وقت لتجنب أسوأ السيناريوهات والذي سيجلب الكوارث للملايين من الناس. الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا نبقى منفتحين على الدبلوماسية إذا كان جديا، وسنحاكم روسيا على أفعالها وليس على أقوالها، ومهما فعلت روسيا لاحقا فإننا مستعدون للرد بوحدة وبشفافية وصراحة. تابعنا معا وقائع المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك بشأن آخر تطورات الأزمة الأوكرانية. تحدث الرئيس الأمريكي على أنه سيتم فرض عقوبات على كيانات روسية اعتبارا من الغد، وأنه سيتم الدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو. كذلك أيضا تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن هناك استفزازات عسكرية روسية في دونباس، وتحدث على أن بوتين طلب تفويضا من مجلس الدوما الروسي للتحرك عسكريا خارج بلاده. أيضا ذكر أننا متحدون في الدفاع عن الناتو في ومواجهة هذه الأخطار التي تمثلها روسيا للمنطقة، وهاجم مباشرة أو تحدث أن الرئيس الروسي هاجم مباشرة حق أوكرانيا في الوجود، وليس هناك شك في أن روسيا هي المعتدي. كانت هذه هي أبرز النقاط التي تحدث فيها الرئيس أو التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذا المؤتمر الصحفي المتعلق بآخر تطورات الأزمة الأوكرانية. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال بإمكانه تجنب حرب شاملة من اختياره، وقد جاء ذلك خلال محادثات أوستن مع وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا، وذلك بمقر وزارة الدفاع الأمريكية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستقدم مساعدة عسكرية لدونسك ولوهانسك، وسترسل قوات مسلحة إلى أراضيها حال تطلبت الضرورة ذلك. جاءت تصريحات بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك ونظيره الأذربيجاني عقب مباحثاتهما اليوم بموسكو. نحن نعتمد على أن جميع الخلافات سوف تحل أثناء المفاوضات بين سلطات كييف وسلطات هاتين الجمهوريتين. لحد الآن نحن نفهم بأن هذا الأمر غير مستحيل تماما، لأنه كانت هناك عمليات قتالية وتستمر حاليا والوضع يتفاقم بكثير. أما الحدود أو بالأحرى استخدام القوة في الخارج، فنحن وقعنا الاتفاقيات، وهذه الاتفاقيات تنص مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على البنود حول تقديم دعم عسكري لازم، لأننا نلاحظ صراعا عسكريا هناك، وفي حال إذا اقتضى الأمر فسوف تقع على عاتقنا مسؤولية التزاماتنا.
إلى ذلك، وافق مجلس الاتحاد الروسي على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد. يأتي ذلك في حين صدق مجلس دوما الروسي على معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي دونيسك ولوهانسك. وقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الاتفاقات التي تم توقيعها مع جمهوريتي لوهانسك ودونيسك تسمح بنشر قواعد عسكرية روسية على أراضيهما، منوهة إلى أن موسكو لا تخطط لفعل ذلك حاليا. قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا وبالإجماع على حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب اعترافها بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا. وأضاف لودريان بعد اجتماع في باريس لكبار الدبلوماسيين الأوروبيين أنه تم الاتفاق بالإجماع على حزمة عقوبات أولية تستهدف النواب الروس لدعمهم الاعتراف باستقلال المنطقتين، متهما روسيا بانتهاك القانون الدولي وبخرق التزاماتها. هذه فقط القاطرة الأولى من العقوبات، ولكن بالقول أيضا بأن الباب لا يزال مفتوحا للدبلوماسية بكل تأكيد، ورأينا بأن كل الجهود الدبلوماسية التي كررت على مدى الأسابيع والأيام الماضية اصطدمت بجدار، وأيضا بذلك الإعلان غير المحتمل والذي الرئيس بوتين نفى فيه أوكرانيا بطريقة ما. من جانبه، أكد ممثل الشؤون السياسية والخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا ستستهدف النواب الروس الذين أيدوا الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا. وأضاف خلال مؤتمر صحفي في باريس أن عملية تجميد أصول وحظر تأشيرات ستطال ما يقرب من 351 عضوا في مجلس الدوما الروسي. إذا نحن في لحظة خطيرة بالنسبة لأوروبا، وباستعمال القرار بالاعتراف بما يسمى جمهوريتي لوغانسك ودونسك، فإن طبعا الرئيس بوتين قوض سيادة أوكرانيا، وبإرساله لما يسمى بحفظ السلام بإدخال قواته إلى أوكرانيا، هذا تصعيد واضح من روسيا ضد أوكرانيا. هذا التطور يتبع دائما الكتاب الذي دائما وما كانت تفعله روسيا منذ 2014 وقبلها في 2008. تعلمنا ذلك من التاريخ ونعلم ماذا يمكن أن تكون الخطوات القادمة. وفي مواجهة هذا الموقف اليوم، الأوروبيون وبتحرك وبرد سريع بعد 24 ساعة من العمل الدؤوب، أظهرنا عزمنا على الرد بقوة على الأحداث الأخيرة. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض حزمة من العقوبات على روسيا على خلفية اعترافها بمنطقتي دونسك ولوهانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا. وفي كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني، قال جونسون إن العقوبات تشتمل على 5 بنوك كبرى وثلاثة رجال أعمال بارزين لهم أعمال في المملكة المتحدة، سيتم تجميد ممتلكاتهم وسيمنعون من السفر إلى المملكة المتحدة، كما ستمنع الجهات البريطانية من عقد صفقات معهم، مشيرا إلى أنه قد تفرض المزيد من العقوبات في حال وقوع الهجوم الروسي الكامل. وما زلنا مع تداعيات الأزمة الأوكرانية، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تسوية سلمية للنزاع في شرق أوكرانيا، وذلك وفقا لاتفاقية مينسك. وأعرب غوتيريش في كلمة ألقاها نيابة عنه المتحدث الرسمي ستيفن دوغريغ عن قلقه البالغ إزاء القرار الذي اتخذه الاتحاد الروسي المتعلق بوضع مناطق معينة في منطقتي دونيسك ولوهانسك في أوكرانيا. وأكد دوغريغ أن قرار الاتحاد الروسي يعد انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا ولسيادتها، ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. The Secretary General considers a decision of the Russian نشرة التاسعة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها.
رئيسة وزراء اسكتلندا تقرر إنهاء جميع قيود كورونا القانونية في 21 من مارس المقبل. أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورين عن إنهاء جميع قيود فيروس كورونا وذلك في 21 من مارس المقبل، مشيرة إلى أنه لا يزال ينصح الناس بارتداء الكمامة في المتاجر ووسائل النقل العام. وأوضحت رئيسة وزراء اسكتلندا أن جميع القيود المفروضة على الأفراد والشركات ستنتهي كجزء من محاولة العودة إلى أسلوب الحياة الطبيعية، مضيفة أن برنامج جواز السفر التطعيم في البلاد سينتهي في 28 من فبراير الحالي. أعلن القصر الملكي البريطاني أن الملكة إليزابيث قد ألغت اجتماعاتها الافتراضية اليوم عبر الإنترنت وذلك بسبب أعراض فيروس كورونا. وقال المتحدث باسم قصر باكنغهام إن الملكة إليزابيث ألغت جميع مواعيدها المجدولة لهذا اليوم عبر الإنترنت لأنها لا تزال تعاني من أعراض شبيهة بالبرد الخفيف بعد أن ثبت إصابتها بكورونا، مضيفا أن الملكة ستواصل ممارسة المهام الخفيفة. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون بشأن بعض الإجراءات للتعامل مع تداعيات كورونا. كما وافق المجلس خلال جلسته اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري، بالإضافة إلى استعراض مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل. جلسة جديدة يواصل خلالها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة عدد من التقارير بشأن قرارات رئيس الجمهورية وأيضا مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة. وخلال الجلسة وافق المجلس نهائيا وقوفا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا. كما تم الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص الشهر العقاري، وأيضا الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، والموافقة على مشروع قانون المجلس الصحي المصري. الجلسة شهدت أيضا مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل. مشروع القانون تيسيري على المواطن بالدرجة الأولى، خفضا من حجم الأعباء المالية التي يتحملها المواطن وموازنة الدولة في آن واحد. ومن جانب آخر فقد ألزم الدستور الدولة بتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب. احنا عارفين يا ريس ان القانون طبعا مهم جدا، بالإضافة إلى التخفيف عن المواطنين في الرسوم التي يتم دفعها أو يتم سدادها على التصرفات العقارية قبل 2013. من أهداف القانون المهمة أيضا هو التشجيع على عمليات تسجيل العقارات، لأن احنا عندنا مشكلة كبرى في مصر وهي عدم وجود قاعدة بيانات للعقارات والثروة العقارية لم يتم حصرها. لابد أن يكون هناك إجراء واحد متعلق بهذه الضريبة يتم تطبيقه دون أي استثناء زماني، وتخفض الضريبة اللي هي 2.5%. وفي ختام الجلسة قرر المجلس عقب الاستماع إلى مقترحات الأعضاء حول مشروع القانون إعادته مرة أخرى إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسة التعديلات والتوصيات المطلوبة. We'll be right back.
إلى حياة كريمة، حيث نظمت مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية علاجية مجانية بقرية طهن الجبل بشرق النيل بمركز المنيا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. قال منسق القوافل الطبية بالمنيا محمود خليفة إن القافلة ضمت العديد من التخصصات، منها الأطفال والبطنة والأسنان والجلدية وتنظيم الأسرة، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين. النهارده نازلين معانا تخصصات بطنه وقلب واطفال ونساء وخدمات تنظيم اسره واسنان وجراحه وجلديه وانف واذن، معايا معمل دم، معمل باره، جهاز اشعه اكس راي، ندوات تثقيف صحي، خدمه كشف مبكر عن الضغط والسكر، صيدليه بها كل الادويه الموجوده معانا الخاصه بالتخصصات الموجوده مجانا الخدمه من اول التذكره، في تحويل لنفع الدولة، بحاول أقرب مستشفى عام أو مركزي لاستكمال إجراءات العلاج، سواء عمل عملية أو باقي الفحوصات أو العلاج مجانا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء زيادة قوائم انتظار مرضى الجراحات بالمستشفيات نتيجة لتوقف المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، وشدد المركز على استمرار العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات والتدخلات الطبية الحرجة، حيث نجحت في إجراء أكثر من 1,000,000 عملية جراحية مجانا منذ انطلاقها حتى الآن، مع تخصيص مسارات آمنة للمرضى بالمستشفيات خلال جائحة كورونا لاستمرار تقديم خدمات المبادرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية. وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة لسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي تفيد بوجود فتاة في العقد الثالث من العمر دون مأوى بمنطقة شارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة. هذا وقد تبين لفريق التدخل السريع أن الفتاة قد غادرت المكان بمرافقة سيدتين وفقا لما أفاد به المواطنون المتواجدون بموقع الاستغاثة، وفور التوصل إليهما تبين أنهما قامتا باستضافتها لحمايتها من مخاطر الشارع، وعليه فقد توجه فريق التدخل السريع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإيداع الفتاة بإحدى دور الرعاية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية. عقد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية. خلال الاجتماع أكد وزير الري أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ 500 كيلومتر بمحافظة القليوبية، بالإضافة للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60,000 فدان، وذلك بنهاية شهر يونيو القادم. افتتحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسقة الوزارية ومبعوثة مؤتمر الأطراف لتغير المناخ كوب 27 ورشة عمل أول بعثة تخطيطية للترتيبات اللوجستية والتنظيمية للمؤتمر والمقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري. وأوضحت وزيرة البيئة أن الورشة تهدف إلى وضع خطة عمل تنفيذية لتنظيم المؤتمر من خلال محاور رئيسية هي الاتصالات والصحة والإقامة والنقل والطيران المدني، بالإضافة إلى خطة الاستدامة للمؤتمر والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات الناتجة عن أعمال المؤتمر بجانب استدامة الأنشطة بالمحافظة. تفقدت وزيرة الثقافة إناس عبد الدايم الأعمال الإنشائية لمشروع قصر ثقافة أبو سمبل بمحافظة أسوان، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة لقصر الثقافة هشام عطوة وبحضور ممثلي الشركة المنفذة. وأكدت وزيرة الثقافة أن مشروع قصر ثقافة أبو سمبل يمثل أحد نماذج المحاور الاستراتيجية للدولة والخاصة بالتوسع في إنشاء المواقع والمؤسسات الثقافية التي تسهم في بناء الإنسان وتطوير المجتمع، مشيرة إلى تواصل خطط تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعي لكافة أبناء الوطن.
والآن وصلنا إلى وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. إلى زميلي رجائي رمزي جاهز معنا الآن، أهلا بك رجائي، تفضل. أهلا بك نهى، أهلا بك ريهام. مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. أهلا بكم. أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة سعيد تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام، حيث حقق معدلات نمو وصلت إلى 8.3% مقارنة ب 2% العام الماضي. وأكدت الوزيرة استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاديات العالمية رغم تخفيف القيود في بعض الدول واستمرار تفشي بعض سلالات كورونا عالميا، ما يلقي بظلاله على اضطرابات في سلاسل الإمداد وما أثر على ارتفاع معدلات التضخم، كذا السياسات النقدية للبنوك المركزية. بنشهد الفترة دي حالة كبيرة من عدم اليقين، ما زالت مستمرة منذ ظهور الجائحة والتحورات السلالات المتحورة المختلفة مع بعض الاضطرابات الجيوسياسية اللي بتحصل في المنطقة. كل ده بيؤثر على حالة عدم اليقين الموجودة، أثر على معدلات النمو على مستوى العالم، أثر على أيضا معدلات التضخم نتيجة اضطراب سلاسل الإنتاج، وده اللي بنقول عليه في حالة من التعافي غير متكافئ، بيبقى في طلب بعد التعافي الصحي وفي نفس الوقت الانتاج مش كافي، فده بيؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم. صراحة حاجه هيكاري احنا ابتديناه في 2016، والتركيز على يعني تقويه الاقتصاد المصري، وكمان في ظل جائحه كورونا الحكومه ما استنتش فتره طويله علشان تتخذ اجراءات معينه لتحسين الوضع الاقتصادي، لا بالعكس، في بدايه الجائحه كان في يعني رد فعل قوي من الحكومه المصريه لمواجهه تحدي الوباء. أوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تولي اهتماما كبيرا بتشجيع نشاط السياحة البحرية، وذلك عبر تقديم حوافز تتضمن تخفيض رسوم العبور بنسبة تصل إلى 50% للسفن السياحية بشرط توقفها في أحد الموانئ المصرية. وأكد رئيس الهيئة العامة للنقل السعودية أو بالسعودية أن التعاون في مجال السياحة البحرية يعد نقطة التقاء تجمع ما بين السعودية ومصر، وهو مجال واعد في ظل ما يتيحه المستقبل من مشروعات كبرى تتبناها المملكة في منطقة البحر الأحمر. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء رسما توضيحيا يشير إلى تحول شاشات مختلف البورصات العالمية إلى اللون الأحمر، ذلك بسبب تصاعد الأزمة الأوكرانية. أوضح رسم توضيحي تسجيل المؤشرات الرئيسية بالبورصات الأمريكية واليابانية والأوروبية أيضا تراجعا جماعيا إلى أدنى مستوى، مما دفع بأموال المستثمرين للهروب إلى الملاذات الأمنة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى له منذ 9 أشهر. وأشار مركز المعلومات إلى أن المخاوف من توقف إمدادات الغاز الروسي سيطرت على أسعار النفط التي قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2014، في حين تباين أداء العملات الرئيسية مع تراجع الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته منذ 15 شهرا. إلى البورصة المصرية مشاهدين، التي أنهت تعاملاتها على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب. تراجع رأس المال السوقي بنحو 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.450 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة بلغت 1.73% ليغلق عند مستوى 11.302 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.5% ليغلق عند مستوى 1939 نقطة، فيما هبط أيضا مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.2% ليغلق عند مستوى 2920 نقطة. كشفت الهيئة الوطنية للصحافة عن أول معارضها المتخصصة تحت عنوان
صناعة بلدنا الذي يجمع كبرى القطاعات الانتاجية والصناعية بمصر تحت سقف واحد يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وذلك في الفترة من 3 إلى 5 من يوليو القادم بمركز مصر للمعارض الدولية. وخلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، قال رئيس الهيئة عبد الصادق الشربجي أن المعرض سوف يعكس ما شهده قطاع الصناعة من طفرة، وذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جعلته قاطرة التنمية الاقتصادية، مضيفا أنه سيعمل خلال المرحلة المقبلة على عقد العديد من الاجتماعات حتى يأتي المعرض متكاملا ويقدم نموذجا للمعارض الوطنية. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى نهاء وريهام، إليكم. شكرا جزيلا لك رجائي. أعلن مسؤولون برازيليون ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة في مدينة بتروبوليس البرازيلية إلى 176 شخصا، بينهم 29 طفلا. من جانبها ذكرت الشرطة البرازيلية أن 112 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين بين الأنقاض التي خلفتها أمطار غزيرة الأسبوع الماضي. وصلنا الآن إلى وقفتنا الرياضية. بالطبع رجائي رمزي معه أخبار الرياضة بالتفصيل إليك. شكرا نهى، شكرا ريهام. مشاهدين، أخبار الكرة والملاعب نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الرياضية. أهلا بكم مشاهدينا. فاز النادي الأهلي على مضيفي في مصر المقاصة بأربعة أهداف دون رد، ذلك في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم. بهذا الفوز يرفع النادي الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند 8 نقاط فقط، يحتل بهم المركز 15. في البطولة ذاتها تغلب إمبي على ضيفه الاتحاد السكندري بهدف نظيف، بهذا الفوز يرفع إمبي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، هو نفس رصيد الاتحاد السكندري الذي يحتل بهم المركز السابع. ما زلنا مشاهدين مع الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة غزل المحلة ومضيفي سيراميكا كيلوباترا، بهذا التعادل يرفع غزل المحلة رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، هو نفس رصيد سيراميكا كيلوباترا الذي يحتل المركز التاسع متفوقا وبفارق الأهداف عن المحلة. نهاية مشاهدين هذه الأخبار الرياضية، عودة مجددا إلى نهى وريهام، إليكم. شكرا رجائي. شهد معبد أبو سمبل ظاهرة تعامد الشمس على قدس أقداس معبد الملك رمسيس الثاني بحضور عدد من السائحين الأجانب والعرب والزوار المصريين للاستمتاع بمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة. تتكرر هذه الظاهرة مرتين كل عام، يومي 22 من أكتوبر والثاني 22 من فبراير، لتجذب أنظار العالم، حيث تتسلل أشعة الشمس داخل المعبد لتصل إلى قدس الأقداس والذي يبعد عن المدخل بنحو 60 مترا، لا تشع بنورها على منصة عليها تمثال الملك رمسيس الثاني. اتجهت أنظار العالم إلى مدينة أبو سمبل لمشاهدة واحدة من أندر الظواهر الفرعونية الفلكية في العالم، وهي ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبده الكبير بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان، احتفالية شهدها عدد من السائحين الأجانب والعرب والزوار المصريين للاستمتاع بمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة التي تتكرر مرتين كل عام، يومي 22 من أكتوبر والثاني 22 من فبراير. يؤكد الوعي، وبيؤكد كمان أن الدولة المصرية ليها حضارة عظيمة جدا وحضارة عميقة جدا، لأن هذا المعبد 33 قرن، يؤكد أن المصريين لهم تاريخ في العلوم والكيمياء والفلك.
تتسلل أشعة الشمس داخل المعبد لتصل إلى قدس الأقداس والذي يبعد عن المدخل بنحو 60 متراً لتشع بنورها على منصة عليها تمثال الملك رمسيس الثاني. معبد أبو سمبل يعد واحداً من أشهر المعابد الأثرية الموجودة في مصر، ويقع بجانبه معبد صغير لزوجته نفرتاري، وهما متقابلان لا يفصلهما إلا واد صغير. فخر لكل المصريين إن احنا يعني يحصل حدث زي ده. تقريبا احنا بقالنا اكثر من 48 ساعة عشان نيجي ابو سمبل. شفنا امبارح الصوت والضوء وشفنا تاريخ مصر، تعامد الشمس على رمسيس الثاني. انا شايف النهارده تنظيم رائع صراحه، وشايف وفود من جميع الدول. يعني الواحد النهارده حاسس نفسه ان هو فخور جدا بالتاريخ المصري. وقد بدات عمليه انقاذ معبدي ابو سمبل في ستينيات القرن الماضي، واستغرق العمل لنقل المعبدين قرابه 6 سنوات ليعاد تشييده هما في موضع أعلى بنحو 64 متراً. والآن مشاهدينا الكرام إلى الأحوال الجوية والطقس. نعود مرة أخرى إلى رجاء رمزي. شكراً ريهام، شكراً نهى. مشاهدينا، توقعات الحالة الجوية نتابعها وإياكم في هذه النشرة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، أيضا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على السواحل الغربية، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. هذه مشاهدينا درجات الحرارة المتوقعة على بعض من المدن والمحافظات، نبدأها بالقاهرة العظمى فيها 23، الصغرى 10، الإسكندرية 22، 11، مطروح 22 11، بورسعيد 24 12، اما الاسماعيليه العظمى فيها 24 وصغرى 10، السويس 24 هي العظمى في السويس، اما الصغرى فيها ف 11، العريش 23 10، طابه 22 13، شرم الشيخ 25 15، الغردقه 25 14، اما الاقصر العظمى فيها 27، الصغرى فيها 9، اسوان 28 10، الوادي الجديد 28 6، شلاتين 27 12، أما حلايف 24 13. لأن مشاهدينا نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع. مشاهدينا نترككم ولقطة اليوم نتابع. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الكويت.
مدبولي يتابع استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الأطراف 27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27. تنديد غربي واسع بقرار روسيا بشأن دونيسك ولوهانسك بأوكرانيا، والناتو يؤكد أن ما أقدمت عليه روسيا خرق للقانون الدولي. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن برنامج التاسعة لا زال يتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا مساء يوسف. مساء النور. ازيك يا ريهام؟ ازيك يا نهى؟ عاملين ايه؟ كله كويس؟ يا رب يكون كل حاجة بخير. أشكركم وشكرا على قراءتكم المتميزة كما جرت العادة. شكرا لكل صناع التاسعة، ونستأذنكم نبدأ فقراتنا.